ايضا امبارح كان في اخبار واحداث كتير مهمه، من اهم هذه الاخبار الزياره اللي عملها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمحافظه الفيوم لمتابعه سير العمل في عدد من المشروعات الخدميه والتنمويه هناك. وايضا تفقد مجمع الصناعات الصغيره والمتوسطه واعمال التطوير اللي بتتم في بحيره قارون. ده غير لقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع قائد قوات الدفاع الملاوية وحصول الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الاعتماد المؤسسي. خلينا نشوف كل هذه الأخبار وأكثر من خلال هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها الزيارة اللي أجراها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لمحافظة الفيوم لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية. وبدأ رئيس الوزراء الزيارة بتفقد أعمال توسعة وتطوير المدخل الرئيسي لمدينة الفيوم، وأكد على ضرورة حرص كل محافظة على تطوير المدخل الرئيسي ليها باعتباره بوابة بتعكس هوية المحافظة والنسق الحضاري والتاريخي ليها. بعد كده تفقد الدكتور مدبولي مجمعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة واللي تم إنشائهم في إطار مبادرة مصنعك جاهز للترخيص. وقال الدكتور مدبولي إنه فيه اهتمام من الدولة بالتوسع في المجمعات الصناعية اللي بتمثل حاضنة لدعم مختلف الصناعات وتنميتها وبتساهم في توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي لينافس عالمياً. وفي ختام زيارته لمحافظة الفيوم تفقد الدكتور مصطفي مدبولي بحيرة قارون وأكد على أهمية الإجراءات اللي بيتم اتخاذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة بالنظر للقيمة الاقتصادية ليها، خاصة إنها بتعد مصدر رئيسي للدخل لغالبية أبناء المحافظة، وبالتالي تطوير البحيرة هيساهم في تحفيز الاستثمار السياحي وتعزيز الثروة السمكية. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك لقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق أول فينسنت توم ناندوي قائد قوات الدفاع الملوية والوفد المرافق ليه اللي بيزور مصر حالياً، وده ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية الملوية بالقاهرة. وخلال اللقاء تم تبادل سبل دعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك بينهم. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وأكد اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية على دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية واتباع أفضل الطرق لضمان جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن. طبعا محافظة الفيوم معروفة أن هي محافظة السواقي، يعني فيها ما يزيد عن 200 ساقية في المحافظة كلها. ولو نفتكر من حوالي سنة بالظبط بدأت الإشاعات تطلع أنه خلاص السواقي دي بتنتهي وبتتعرض للإهمال، وبدأت الناس تتكلم لمصلحة مين أن هذا الأثر أنه ينتهي وما يكونش ليه وجود، ده مزار سياحي مهم جدا. فإحنا شفنا الرد من خلال جولة رئيس الوزراء وهو بيتابع أعمال تطوير اللي تمت بالفعل في السواقي في ميدان السواقي اللي موجود في الفيوم لفترة من الفترات. طبعا احنا عارفين ان السوائق دي كانوا بيستخدموها لان الفيوم منخفض يا هدير، فكانوا بيعتمدوا على هذه السوائق عشان ترفع المية من مستوى ادنى لمستوى اعلى. لكن ده الرد على الناس اللي كانت بتقول ان السوائي ان ده اثر واحنا بنهمل هذا الاثر. الحقيقه انه زياره الفيوم امبارح يعني وضحت كتير من اعمال التطوير اللي بتحصل في المحافظه. كمان محافظه الفيوم كان عندهم مشكله في المياه العذبه الصالحه للشرب، فاحنا امبارح تفقد رئيس الوزراء كمان المحطه الجديده في الفيوم اللي هتزود انتاجيه المياه توصل كمان لزياده 120 الف متر مكعب، ويمكن ده في سبيل الحل في مساله نقص المياه. التطوير كمان اللي بيحصل في بحيره قارون على غرار اللي حصل في بحيره ناصر والمنزله ومساله يعني تطوير البحيرات الصناعيه، وكمان يعني توصيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بده زي ما شفنا قبل كده. فشفنا من خلال الزياره كمان مساله الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه داخل المحافظات لانه ده بيفرق كتير جدا مع الناس. بكل تاكيد، والفيوم مشهوره كمان بصناعات الخزف وغيرها من الصناعات التراثيه القديمه اللي كانت بتندثر لفترة من الفترات، لكن شفنا اهتمام بهذا الأمر من خلال زيارة رئيس الوزراء، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبنشوف كل محافظة
مشهورة بصناعة إيه وبننمي هذه الصناعة وبنطور كمان القائمين على هذه الصناعة. هنروح مع حضراتكم لجولة المحافظات كالمعتاد، معنا مجموعة من الأحداث المهمة حصلت في المحافظات، أبرزها تنفيذ 260 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجا في أسوان، بالإضافة إلى انطلاق فعاليات مبادرة اتحضر للأخضر في الإسماعيلية، وأيضا إنشاء منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها إطلاق مسابقة كفر الشيخ تتجمل بين مراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف على أفضل وأجمل قرية بكل مركز وأجمل مدينة وأجمل حي، وده لخلق روح المنافسة بين العمال والمسؤولين عن النظافة. في سوهاج تابع المحافظ اللواء طارق الفقي الموقف التنفيذي لمشروع ربط مركز البلينة بالطريق الصحراوي الغربي من خلال إنشاء طريق بطول 26 كيلومتر وبتكلفة 200 مليون جنيه، واللي بتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن خطة الدولة لإنشاء طرق وشرايين جديدة للتيسير على المواطنين. في أسيوط ترأس المحافظ اللواء عصام سعد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكة المرافق، واللي تم إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة، وده من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية. في أسوان قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بالتعاون مع المجتمع المدني بتنفيذ أعمال مد خطوط مواسير مياه الشرب بطول 1750 متر، وكمان تنفيذ الوصلات المنزلية ل 260 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً. في الوادي الجديد شهدت المحافظة امبارح ظاهرة تعامد الشمس على معبد هيبس في مدينة الخارجة، في مشهد بيعكس المهارة اللي بلغها المصري القديم في علم الفلك والهندسة من خلال تعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس داخل معبد هيبس. في أسيوط وجه المحافظ اللواء عصام سعد بتشكيل لجنة لمراجعة الطرق وأعمال الرصف اللي بتتم بالمراكز والأحياء للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية للشوارع ورفع كفاءتها بالشكل اللائق وتحقيق معدلات السلامة والأمان. في الإسماعيلية قامت مديرية التضامن الاجتماعي بزراعة مجموعة من الأشجار لتجميل شوارع المحافظة بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل في الإسماعيلية، وده في إطار مبادرة اتحضر للأخضر واللي بتستهدف نشر الوعي البيئي للمواطنين. في مطروح تم إطلاق إشارة البدء في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة. في بني سويف استعرض المحافظ الدكتور محمد غنيم تفاصيل رؤية المحافظة بشأن تخصيص مساحة 147 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمركز سمسطة بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي. في كفر الشيخ كشف المحافظ اللواء جمال نور الدين عن إقامة 35 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة بقطاع الصرف الصحي في قرى مطوبس، عبارة عن وصلات منزلية وشبكات انحدار ومحطات رفع ومشروعات صرف صحي.